معلومات جديدة تخص أصحاب العلاوات الخمسة. حقيقة تقديم أوراق للحصول على العلاوات الخمسة أول يوليو القادم. أهلا وسهلا بكم أعزائي متابعين قناتنا الكرام، أتمنى من الله أن تكونوا في أفضل حال. قبل ما أبدأ تفاصيل الأخبار، من فضلك اشترك في القناة من زر الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، فعل زر الجرس علشان يصلك كل جديد. خمسة أخبار مهمة لأصحاب المعاشات والمواطن المصري البسيط، أبرزها معلومة جديدة تخص أصحاب العلاوات الخمسة بشأن تقديم أوراق للتأمينات الاجتماعية للحصول على العلاوات الخمسة أول يوليو القادم. حالة الطقس يوم الخميس 21 مايو 2020، النبأ لأول مرة الإسكان تعلن عن نموذج جديد للإسكان شوى الإسكان الاجتماعي. قرض المواشي من البنك الأهلي، الشروط والمواصفات المطلوبة. موعد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة الغير منتظمة. هنبدأ نشرتنا بالخبر اللي يخص العلاوات الخمسة، وهو معلومة جديدة تخص أصحاب العلاوات الخمسة. التفاصيل: سؤال محير لأصحاب المعاشات بشأن العلاوات الخمسة. فالسؤال مضمونه هل يلزم على أصحاب المعاشات بتقديم أوراق للتأمينات وتقديم بياناتهم كي يصرفوا العلاوات الخمسة المقررة صرفها في نهاية يونيو القادم أو أول يوليو القادم؟ والإجابة من النقابة العامة لأصحاب المعاشات لا يتطلب تقديم أي أوراق نهائيا. وأضافت النقابة العامة لأصحاب المعاشات في بيان منشور على صفحتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن هذه الأخبار مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة وهدفها تشتيت أصحاب المعاشات. يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي انتصر لأصحاب المعاشات بقرار تاريخي بأحقية أصحاب المعاشات في الحصول على العلاوات الخمسة وستصرف في أول شهر يوليو القادم. وأيضا أنا نزلت قبل كده وقلت يا جماعة مفيش صرف المعاشات شهر مايو يوم 18 مايو، والناس هجمتني وقالت لي أنت كذاب وهنصرف يوم 18. أهو يوم 18 عدى، ويوم 19، ويوم 20، ويوم 21، ودخل علينا العيد ومحدش صرف المعاشات. لذلك أنا بنوه إن أنا بجيب لحضراتكم المعلومة من مصدر موثوق به. لذلك مفيش أي أوراق مطلوبة من حضراتكم إنكم تقدموها علشان تحصلوا على العلاوات الخمسة أول شهر 7 اللي جاي إن شاء الله. دي شغلانة التأمينات، والتأمينات الاجتماعية هي اللي هتوفر كل حاجة وعندها المستندات على أجهزة وعلى السيستم الخاص بها. الخبر الثاني معانا النهاردة وهو موعد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة الغير منتظمة. انتهت وزارة القوة العاملة من صرف الدفعة الأولى من منحة 500 جنيه للعمالة الغير منتظمة يوم 14/5/2020. تصريحات بخصوص الدفعة الثانية: سبق وأعلن وزير القوة العاملة محمد سعفان في تصريحات سابقة له حول وجود احتمالية لصرف الدفعة الثانية من منحة العمالة الغير منتظمة قبل عيد الفطر المبارك، كما أصدر نائب رئيس الاتحاد العام لشباب عمال مصر عبد العزيز سمير بيان رسمي في 16/5 قال إنه سيتم في وقت لاحق الإعلان عن موعد صرف الدفعة الثانية من المنحة قبل عيد الفطر المبارك. ده كان بخصوص موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة. الخبر اللي بعد كده معانا من جريدة النبأ يخص الإسكان الاجتماعي وبعنوان: لأول مرة الإسكان الاجتماعي تعلن عن نموذج جديد لوحدات الإسكان الاجتماعي. يوم الأربع 20/5/2020 من جريدة النبأ كتب الأستاذ عبد الهادي أبو طالب: كشف المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة عن تنفيذ نموذج جديد لأول مرة بمشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة 6 أكتوبر الجديدة. وأوضح النجار إن النموذج الجديد بمشروع الإسكان الاجتماعي عبارة عن وحدات سكنية بمساحة 75 متر، وهي تتكون من غرفتين وصالة وحمام ومطبخ، وهي كاملة التشطيب. أكد رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة إن النموذج الجديد لوحدات الإسكان الاجتماعي
تم تنفيذ 624 وحدة سكنية منه لحاجزي وحدات الإعلان العاشر بالإسكان الاجتماعي. الجدير بالذكر أن وزارة الإسكان الاجتماعي كانت قد طرحت نموذجين للحجز في الإعلان العاشر، الأول 90 متر والثاني 75 متر، وتقدم للحجز في هذه الإعلان 218 ألف، بينهم 7% يريدون الحصول على شقق 75 متر. ده كان الخبر الخاص بالإسكان الاجتماعي. أيضا معنا خبر وهو قرض المواشي من البنك الأهلي. شروط تمويل المشروعات الصغيرة من البنك الأهلي المصري. يعمل البنك الأهلي على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتبلغ محفظة القروض الصغيرة والمتوسطة المباشرة وغير المباشرة بالبنك الأهلي 40 مليار جنيه لستين ألف مشروع، حيث يخطط لزيادة محفظته 100 مليار جنيه ليضم 1000 مشروع. البنك الأهلي المصري يقدم البنك الأهلي المصري الخدمات التمويلية اللازمة لإنشاء المشروعات وتنميتها ودعم نشاطها لكل الأنشطة الاقتصادية، صناعية، تجارية، وزراعية، وخدمية، وإلى آخره. يقوم البنك الأهلي المصري بتمويل قصير الأجل بحد أقصى عام لتمويل النشاط التجاري للمشروع. يقوم البنك الأهلي بتمويل متوسط الأجل بحد أقصى 5 سنين أو طويل الأجل يصل ل7 سنوات للتمويل، بجانب أن التكاليف الاستثمارية معدات أو آلات أو إنشاءات إلى آخره. يعمل البنك الأهلي على إصدار خطابات الضمان ابتدائية ونهائية ودفع مقدمة. وكمان يدعم البنك الأهلي نشاط التصدير والاستيراد عن طريق تمويل فتح اعتمادات مستندية لعمليات الاستيراد وتقديم مزايا خاصة للمصدرين. وكمان يقدم البنك حزمة متميزة من البرامج التمويلية للمشروعات. شروط التمويل للمشروع: 1- أن يكون المقترض حسن السمعة والسير والسلوك. 2- ألا يقل عمر المقترض عن 21 سنة ولا يزيد عن 65 سنة عن سداد آخر قسط. 3- أن يجيد المقترض أو الضامن أو أي أحد منهم القراءة والكتابة. 4- أن يكون المشروع قائم وتتم مزاولة النشاط في فترة لا تقل عن عام. 5- ألا يكون العميل ضامنا لعميل آخر حاصل على قروض مع عدم وجود ضمانة تبادلية. المستندات المطلوبة من المقترض: بطاقة الرقم القومي للمقترض على أن تكون سارية، وصحيفة الحالة الجنائية والموقف من تجنيد المقترض، عقد إيجار أو تمليك لمقر المشروع، صورة من البطاقة الضريبية للمشروع ومستخرج حديث من السجل التجاري لم يمر عليه 6 شهور مع وجود إيصال مرافق لمقر إقامة المقترض والضامن، موقف المقترض من التأمينات الاجتماعية والضرائب مع ترخيص سعر لمزاولة النشاط بالنسبة إلى المشروع الصناعي، خطاب يدل على السير في الإجراءات بالنسبة للمشروعات الجديدة، وبيان بالأصول والالتزامات للمشروع. لا يشترط وجود ترخيص مزاولة النشاط بالنسبة إلى المشروعات التجارية والخدمية القائمة، قوائم مالية معتمدة عن آخر عامين بالنسبة إلى المشروعات القائمة. أنواع المشروعات: 1- مشروعات متناهية الصغر 10 أفراد لرأس مال مدفوع ما يقلش عن 50,000 جنيه. 2- مشروعات صغيرة، مشروعات تكون إيراداتها من 1,000,000 وحتى 50,000,000 جنيه، والعمالة أقل من 200 فرد على أن يكون رأس مال مدفوع تتراوح قيمته من 50,000 جنيه إلى 5,000,000 جنيه في حالة المنشآت الصناعية، ورأس مال مدفوع قيمته أقل من 3,000,000 في حالة المنشآت غير الصناعية. 3- المشروعات المتوسطة هي المشروعات التي تكون قيمة إيراداتها من 50,000,000 جنيه حتى 200,000,000 جنيه، والعمالة أقل من 200 فرد على أن يكون رأس المال 5,000,000 ل 15,000,000 جنيه. مدة السداد وأنواع التمويل: أولا تمويل قصير الأجل وهو تصل مدته لسنة، تمويل متوسط الأجل 5 سنين، تمويل مدة سداده طويل الأجل ده لغاية 7 سنين. كيفية تحديد الفايدة: يتم تحديد الفايدة من مقترض إلى آخر حسب قيمة القرض ومدة السداد. ده كان الخبر اللي قبل الأخير معانا في نشرتنا. خبرنا الأخير وهو حالة الطقس يوم الخميس 21/5/2020.
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد يوم الخميس استمرار ارتفاع في درجات الحرارة، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى مائل للبرودة ليلا، مع توقع سقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق والرياح معتدلة تنشط أحيانا. كما يتوقع الخبراء أن يشهد الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية طقس شديد الحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا والرياح نشطة، وتشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقس شديد الحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا والرياح معتدلة. أما السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء فستشهد طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا مع أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق والرياح تكون معتدلة. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد. شكرا لكم على حسن المتابعة.